بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ اليوم في الفري فولينج اوبجكت او اللي هو السقوط الحر. طبعا في يعني مفهوم خاطئ عند كثير من الطلاب انه كلمة فري فولينج انه يعني المفروض فقط يكون سقوط للاسفل ويكون بدأ من في بتساوي صفر. طبعا هذا المفهوم خاطئ. احنا لما نيجي نحكي عن فري فولينج اوبجكت في عندنا مجموعة شروط ننتبه عليها. اول شيء تعريف الفري فولينج اللي هو عبارة عن اني اوبجكت moving freely under the influence of gravity alone. إذا اللي بدنا إياه بدنا نحكي كلمة freely falling انه جسم بتحرك ضمن مجال الجاذبيه. طبعا ممكن تكون الارضيه او ممكن تكون على اي سطح كوكب اخر مثلا. ممكن تكون مثلا لو في عندنا مثلا مجال كهربائي وحكينا مثلا جسم تحرك من نقطه لنقطه او شحنه تحركت من نقطه لنقطه. في هذه الحاله برضو احنا بنحكي بنشبهها بنقدر نحكي عنها بتشبه الجرافيتي. فاللي بدنا اياه الان بدنا نحكي الان عن تعريف الفريلي فولينج. اذا بالنسبه لنا في جرافيتي وفقط هي الوحيده المؤثره، إذا ما في قوة ثانية. الآن راح نفهم إيش معنى ما في قوة ثانية. الشغلة الثانية راح نحكي عنها regardless طبعا of initial velocity، وهذا المصطلح الثاني اللي بنحكي إنه في كثير عند الطلاب خطأ إنه بيحكي بما إنه freely falling إذا المفروض إنه يبدأ من السكون اللي هو عند v بتساوي زيرو. هذا المصطلح اكيد خاطئ. اذا احنا بالنسبه لنا فقط انه بهمنا يكون عنده سرعه. يعني مثلا ممكن اني امسك حجر وارميه للاعلى، مثلا هاي نقطه البدايه. في هذه الحاله كان عنده في بتساوي قيمه معينه، نفرض شيء معين متر بير سكند، يعني مثلا 10 متر بير سكند، فاحنا اعطيناه سرعه. لكن في اللحظه اللي هو انطلق فيها من ايدي مثلا راح ينطلق ويصير ينطبق عليه موضوع انه فريلي فولينج اوبجكت. أو ممكن بالأسفل إنه مثلا شخص واقف في مكان معين ورمى هذا الجسم للأسفل، ممكن أعطاه سرعة بتساوي مثلا قيمة معينة، مثلا زي شخص مسك حجر ورماه للأسفل، في هذه الحالة برضه الفي لها قيمة معينة، ففي هذه الحالة بنقدر نحكي برضه الفي لها قيمة، ما دام انطلق الجسم من إيدنا وانتهت القوة المؤثرة عليه بصير يتحرك بإشي بنسميه فريلي فولينج أوبجكت. إذا إحنا الشرطين الأولانيات إنه إحنا ما في عندنا قوة غير الجرافيتي، الشغلة الثانية انه ما إلنا دخل في موضوع انه لازم الفي بتساوي زيرو عشان نحكي عنه فريلي. الشغله الثالثه اللي حكينا عنها برضه هو مصطلح خاطئ انه objects thrown upward downward or from rest راح نحكي عنهم انهم freely falling objects. ايش معنى النقطة الثانية؟ انه الجسم ممكن انه نرميه للاعلى او للاسفل او انه يبدأ من السكون، زي ما حكينا قبل شوي احنا ما بهمنا السرعة الابتدائية له. فأي جسم بتحرك للاعلى او للاسفل او بدأ من السكون ما دام انه ضمن الجاذبية الارضية فقط، ما دام احنا ما بهمنا السرعة الابتدائية له فبنقدر نسميه freely falling. طيب الان النقطة الثالثة أو الرابعة اللي راح نحكي فيها any freely falling object experience an acceleration directed downward. Regardless of its initial motion. معنى النقطة الرابعة إنه أي جسم بغض النظر رميناه للأعلى أو رميناه للأسفل راح يتعرض لمجال، لانه هذا المجال ما له خص في حركه الجسم نفسه، انه والله هذا الجسم بيتحرك للاعلى ولا للاسفل، اللي هو المجال الجاذبيه الارضيه. نتخيل انه هي مجال الجاذبيه الارضيه
دائما اتجاهه للأسفل، هذا هو الجي. فالجسم لو رميناه للأعلى أو رميناه للأسفل، الجي دائما وين اتجاهها؟ بيكون الأسفل. فإحنا راح نحكي إنه الأكسلريشن باتجاه الواي أكسس، لأنه إحنا الآن نتعامل مع الأكسس، هذا الإكس أكسس وهذا الواي أكسس، فإحنا لاحظوا إنه الجي باتجاه الواي أكسس، لكن مش الواي بوزيتيف، الواي نيجاتيف. فإحنا بنحكي الواي الاي باتجاه الواي اللي هي بدنا نسميها الجي، بدنا نعطيها قيمة بتساوي ناقص 9.8 متر بير سكند سكوير. لاحظوا الآن موضوع السالب، إيش السالب بيعني؟ بيعني إنه الحركة باتجاه الواي السالب، يعني احنا لو فرضنا الحركة لفوق أعلى موجب، يعني إذا فرضنا الحركة لفوق موجبة لتحت راح تكون سالب، فإذا الأكسلريشن بالنسبة لنا راح يكون سالب. طيب الآن ناخذ مجموعة أمثلة ونشوف هل ممكن نعتبر هاي الأمثلة تنطبق على الفري فولينج أو لا. شخص قام برمي حجر، مثلا هذا الحجر انطلق من V بتساوي 10 متر بير سكند، وصل لأعلى قيمة مثلا كانت عندها الفي بتساوي صفر أو أعلى ارتفاع، وبعدين هذا الحجر نزل ووصل لمكان ثاني أسفل، كان واقف مثلا على منطقة معينة، هل ممكن اعتبار هذه الحركة فريلي فولينج بما أنه الشخص قام هو برمي الجسم؟ يعني لاحظ إحنا بنحكي هان لجرافيتي، لكن الشخص أثر بقوة على هذا الجسم، فإذا هل ممكن اعتبارها فريلي فولينج؟ أكيد ممكن اعتبارها فريلي فولينج، لأنه إحنا بنحكي الآن بعد ما تم رمي الجسم، يعني الشخص اللي عندنا أثر فعليا هو على الحجر أو على الكرة اللي معنا، أثر فعليا عليها، لكن كان مجال تأثيره فقط في اللحظة اللي كانت الكرة في إيده. بعد ما انطلقت الكرة أو الحجر من إيده، الآن فقط كانت مكتسبة سرعة، أكثر من هيك ما عندها، لذلك هي فقط راح تتحرك ضمن مجال الجاذبية الأرضية. إذا القوة الوحيدة اللي راح تتحرك فيها اللي هي الجاذبية الأرضية. طبعا احنا راح نهمل الاحتكاك أو الاحتكاك مع الهواء. ناخذ مثال آخر، هاي الأرض ونحكي في عنا صاروخ والآن بدنا نطلقه على الفضاء، هل ممكن اعتبار هذا الصاروخ فريلي فولينج؟ الآن لو جينا نتخيل الصاروخ، الآن بعد ما ينطلق الصاروخ بعد فترة معينة من انطلاق الصاروخ، احنا بنلاحظ انه الآن في بداية انطلاقه وبعد انطلاقه بعد ما مشى مسافة أطول، كل وقت كان في قوة بتظل تأثر عليه بشكل مستمر. إذا احنا مش أعطيناه سرعة ابتدائية وانطلق فيها وانتهت السرعة اللي عليه، احنا بنأثر عليه بقوة بشكل مستمر اللي هي قوة دفع الصاروخ نفسه أو اللي هي احتراق الغازات اللي عندنا. ففي هذه الحالة لا يمكن اعتبار الصاروخ في هذه الحالة إنه فريلي فولينج. مثال آخر، لو قلنا إنه في عندنا مثلا مسدس وفي عندنا رصاصة، هل ممكن اعتبار هاي الرصاصة اللي بتنطلق للأعلى ورح تنزل هل تعتبر فريلي فولينج؟ أكيد راح تعتبر فريلي فولينج، لأنه في هذه الحالة سبب انطلاق الرصاصة كان هو الغاز المضغوط داخل اللي هو الرصاصة نفسها، بعد ما انطلقت فقط بتظل قطعة الحديد اللي راح تتحرك للأعلى وراح تنزل بعدين في النهاية للأسفل، إذا ما في عندنا قوة بتظل مستمرة بشكل دائم مع هذه الحركة. فإذا الأجسام اللي فقط تكتسب قوة عشان تعطينا سرعة ابتدائية بعدين القوة هاد تختفي، بالنسبة لنا نعتبرها فريلي فولينج. الأجسام اللي بتظل القوة بشكل مستمر معها، هذه لا يمكن اعتبارها فريلي فولينج. الآن بدنا نعرف ايش رح يصير عندنا في قوانين الحركة اللي احنا أخذناها. طبعا بما انه الجسم بتحرك ضمن مجال الجاذبية الأرضية، واحنا بنعرف انه الجي بتساوي ثابت، لاحظوا 9.8 هذا رقم ثابت، إذا ممكن تطبيق قوانين الحركة اللي احنا أخذناها قبل فترة. فاحنا بالنسبة لنا كنا نتعامل في الحركة لما كنا نتعامل إكس، الآن بده يصير اسمها واي، لأنه احنا كنا نتعامل بحركة على الإكس أكسس، الآن راح تصير على الواي أكسس. الآن كنا نتعامل بفي باتجاه الإكس، راح تصير في باتجاه الواي. كنا نتعامل بأي باتجاه الإكس، راح تصير أي باتجاه الواي. طبعا التايم راح يظل تايم، ما راح يتغير. فالآن احنا خلونا نكتب في البداية المعادلات اللي كانت عندنا مثلا عشان نتذكرها فقط. أول كان عندنا معادلة الحركة كالتالي، بالإكس فقط في الإكس كانت كنا نحكي V final تساوي V initial زائد A في T، كان عندنا V final تربيع بتساوي V initial تربيع زائد 2A دلتا X، دلتا X تساوي V initial في T plus 1 half A في T تربيع. كمان ال V average هي عبارة عن نص
في فاينل زائد في انيشال، وكان عندنا دلتا اكس عبارة عن نص في فاينل زائد في انيشال في تي. اذا هاي المعادلات اللي احنا كنا نتعامل معها، كانت هاي المعادلات لما كنا نتعامل بحركة افقية. ايش راح يصير فيها المعادلة هذه عندما تصير فريلي فولينج؟ الان الفي ما راح تتغير، فقط كنا نحكي عن في بالاكس اكسس راح تصير في في الواي اكسس، فالفي مش راح نغير عليها كمسمى لانه احنا بنعرف انه الفي راح تظل في، لكن كانت على الاكس، فاحنا لو كنا نسمي هاي مثلا في فاينل على اتجاه الاكس، بتصير في انيشال على اتجاه الاكس زائد اي باتجاه الاكس في تي. الان بدال ما اسمي الاي، اللي احنا كنا نسميها عندنا اي، راح نحط بدالها ماينس جي، والجي راح نحطها بتساوي 9 و8، فما في داعي اكتب هذا سالب الان، فانا اللي بدي اجي اسويه بدي اعتبر انه هذه السالب عشان اسهل حالي الموضوع. فالان خلص ننتبه انه دائما الجي بتساوي 9 و8 كرقم، طبعا متر بير سكند سكوير. الان الاي بتساوي ماينس جي، فراح يصير عندنا كالتالي: في فاينل تساوي في انيشال، بدل ما اكتب زائد اي في تي، بدي استبدل الاي واحط بدالها ماينس جي في تي. اذا المعادله صارت عندي جاهزه الان. الان في فاينل تربيع تساوي في انيشال تربيع زائد 2 اي دلتا اكس، بتصير ناقص 2 جي بدل دلتا اكس، بتصير دلتا واي. المعادله الثالثه دلتا اكس بتصير دلتا واي بتساوي في انيشال في تي بلس 1 هاف، بتصير ماينس 1 هاف جي في تي تربيع. لاحظوا المعادلتين الاخيرات ما راح يتغير عليهم اشي، الفي افريج هي عباره عن نص في فاينل زائد في انيشال، وعندنا كمان دلتا اكس بتصير دلتا واي بتساوي نص في فاينل زائد في انيشال في تي. اذا هذه المعادلات لما نتعامل مع الفريلي فولينج اوبجكتس. اذا ما تغير عندنا شيء، انتبهوا دائما الاي حطينا بدالها ماينس جي، والجي بنحطها كرقم بتساوي 9 و8. فاذا بالنسبه لنا احنا سمينا الاي بالماينس جي عشان نسهل الحين الموضوع، عشان ما نظل نحمل السالب معنا. فبالنسبه لنا بالطريقه هاي بتكون هي الاسهل والافضل والاسلم لنا في الحل.